وسلم من حسن الطالع وعظيم السعادة أن أشارك في افتتاح هذه الندوة تحت رعاية معالي الأستاذ الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم الغائب الحاضر معنا، حيث تقول ظروف تواجده بالأمس في الملتقى الرئاسي لافتتاح بعض المنشآت التعليمية بمدينة الإسكندرية، واليوم بالقاهرة لوزارة التعليم العالي، ويوم السبت إن شاء الله لحضور المجلس الأعلى للجامعات في جلسته الإعدادية لبداية العام الدراسي 2021 إن شاء الله. إن شاء الله نتمنى له سلامة العودة. وأيضا من عظيم سعادتي أن أشارك في افتتاح هذه الندوة تحت إشراف وقيادة معالي الوزير الأستاذ الدكتور أحمد سليمان نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والذي على المستوى الشخصي أعتبره معلما لي، تعلمت منه الكثير وما زلت أتعلم منه يوميا الكثير. أخ العزيز الأستاذ الدكتور محمد توفيق قائد مسيرة ندوات الملتقى العلمي والثقافي بجامعة سوهاج الذي أطلق باكورته خلال العام الدراسي المنصرم، وحالة ظروف الجائحة دون استمراريته في الأسابيع القليلة الماضية، وها هنا الآن نقول له عودا حميدا إن شاء الله. نستمر في فقرات هذا المنتدى، واليوم تعتبر الفقرة الافتتاحية بعد الإيقاف الجزئي لهذه المنتديات المتعاقبة. والحقيقة يعني أنا يعني عارف إن شاء الله أنها تكون ندوة ثرية، وخاصة إنه مقدمها أخ عزيز علي أنا على المستوى الشخصي الأستاذ صلاح حامد أمين. الأستاذ صلاح ده يعني أنا عارف إنه لديه قدرات إبداعية كثيرة ستنطلق اليوم من خلال هذه الندوة. يعني أنا سعيد جدا بالعدد اللي أنا شفته، وكنت متخوف قليلا يعني إني ما لاقيش عدد كافي، بس يعني بصراحة مجرد ما دخلت القاعة وعبرت عن سعادتي لأستاذ الدكتور أحمد قلت له لا العدد على فكرة كويس، ومشرف إني يستطيع الأستاذ الدكتور محمد إني يجتذب الزملاء الأفاضل ويقتطعوا جزء من وقتهم. أنا عارف إن الوقت دلوقتي ما بين نهاية امتحانات أمطر ودراسات عليا، وما بين الناس ما يعني تعبت كثيرا، العام كان ممتد وكان طويل، ولأول مرة في تاريخ الجامعات المصرية يمتد العام بدل نهاية شهر 7 يصبح 15/9، وكان آخر يوم منذ 48 ساعة في العام الدراسي المنتهي. بشكركم جميعا على حضوركم المشرف للاستمتاع بهذه الندوات. مرة أخرى بتمنى لكم منتدى إن شاء الله ناجح، و نستطيع جميعا ان احنا نستفيد منه. شكرا لكم على حسن استماعكم، مش عايز اعطلكم عن الاستمتاع اولا بكلمه استاذي الاستاذ الدكتور احمد، ثم بعد كده بفقرات الندوه ان شاء الله. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله.